فرحت نجحت ضعفت وقفت. يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي ما بتديش، ما قالتش اه بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوا قطر حطيته ما بتجيش. يا ما فرحت نجحت ضعفت وقفت، يا ما قابلت ناس على قد ما سمعت كلمة حب، يا ناس عمرها يتقاس. عمرها يتقاس. ما بتشتكيش دي الدنيا لا للشاكي ما بتديش، ما قالتش اه بالعكس بتحب الحياة وتعيش. ده الوقت خاين واللي بيفوت منه ما بيرجعش، مين فينا راكب جوا قطر حطيته ما بتجيش. استاذ سعد، انا عرفت انك موجود هنا عشان تغطي حفلات صباح. انا عرفت انك موجود هون حتى تصالح صباح. ايوه سيدي، بس صباح رفض الصلح، وعارف انكم اصحاب من زمان وتقدر تاثر عليها. اثر عليا لتصالحك بعد كل يلي عملته فيها؟ يا استاذ سعد، انا كذبت عليها عشان بحبها. الحب والكذب ما بعمرهم بيجتمعوا بجمله وحده. يبقى انت اللي وزتها عشان تطلب الطلاق. صباح منا محتاجة لحدا حتى تاخد حقها منك. عن إذنك أستاذ سعد. معلش أعذرني، أنا بمر بظروف صعبة. بحب صباح ما أقدرش أبعد عنها، ومتأكد أنها بتحبني وهتتعذب من غيري. وأنا متأكد أنه رح تتعذب معك أكتر. رح تتعذب وتخاف أنك تكذب عليا مرة تاني، خاصة عرفت أنه كذبت كمان على مرتك وما خبرتها أنك تجوزتها. أنا فهمتها أنها طلق سامية. وفكرك صباح رح ترضى هيك؟ طب قول لي انت اعمل ايه؟ الحل الوحيد انك تطلق صباح. انا اللي غلطان عشان طلبت ان انا اتكلم معاك. انا حبيت اوفر لك وقتك ومجهودك. انا بعرف انه صباح مش رح تقبل بحل غير الطلاق. وانا مش هطلق. ما بتقدر ما تطلق. حمار مين اللي قالك كده؟ لا يا صديقي، منه حمار. يلي فهمني هالشي هو محامي قد الدنيا. صباح قبلت تتجوزك بعد ما قلت لها انك طلقت سامية جمال، يعني كذبت عليها وغشيتها. وما بني على باطل هو باطل. هو ايه الباطل ده؟ عقد زواجك من صباح، وبشهاده شهود كمان، ومنن اختك وجوز اختك، وثبتوا انك كذبت. وبهالحاله القاضي ولا ممكن يقبل إلا أنه يطلقك فوراً.
بالك بالزاف عالية مدام صباح. طب شو الحل دكتورة؟ أنا نكتب لها على شوية الأدوية وخصها ترتاح في الناموسية شي يومين. سامع ماما؟ ما بقدر ارتاح، عندي حفلة بكرة وتذاكرها كلهم نباعوا. ممكن الحفلات تتأجل ولكن ما نقدرش نغامر في الصحة ديالك. نعد عليك الغدا نشوف صرت مزيانة ولا لا. واخا خليكي مع ماما تنعرف الطريق. يا ماما يا حبيبتي نسي الحفلة. طب ما أنا بدي أطمن عليكي، بدي ريح بالي. أنا بتعب أكتر إذا أجلت الحفلة أو الغيطة. يا ماما يا قلبي كيف بدك تغني أنتو بهالحالة؟ ما تخاف علي، أنا معودة على هالأشياء. بتعرفي كنت مفكرة إنه رح ترتاحي وقت أجا لعندك وشافك أنكرشني هون. إجا ليأكد لي إنه كذب علي. يا ماما أنكرشتي متضايقة كتير وحكينا عدة مرات بده يقابلك هون. فهمي إنه مش رح قابله، ما عندي كلمتين أقول له إياه. بتعرفي شغلة؟ أنا أكيدة إنك بتحبيه عقد ما هو بيحبك. يمكن إذا اتطلقنا مع الوقت أنسى إنه كذب علي. بس طول ما إحنا مجوزين ما رح أقدر أنسى. وايدا ما صدقت ماما نامت شوية وجيت اشوفك. عايز ايه؟ يعني انت دلوقتي جاية من وراها؟ مش حكدب عليك يا انكرشتي، بس ماما منعتني اتكلم معاك خالص. خسارة صباح، ما كنتش اعرف انك قاسية قوي كده. انكرشتي انت شارب كل الخمر ده؟ وايدا ماما بتحبك وهتسمع كلامك، فهميها فهميها اني بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها. ولو فضلت مصممة على الطلاق تبقى حكمت بالاعدام عليا وهتعيش بذنبي طول عمرها. انا قلت لها كده واكتر من كده كمان، بس انا عارفة ماما كويس، مهما كانت تحبك مش ممكن هتستمر معاك لو كان في ستة تانية في حياتك. انا مش هقدر اسيبها لوحدها اكتر من كده دلوقتي. بس قبل ما امشي عايزة اقول لك كلمة واحدة. جاي الظروف تبعدكم على بعض دلوقتي، لكن الحب موجود ويمكن يجمعكم تاني. بحبك يا صباح، سنين طويلة وأنا بحبك ومش قادر أوصلك، وبعد ما وصلت لك بقى مطلوب مني إني أبعد عنك. فتحت قدامي طريق طويل للسفر لكن قفلت باب الرجوع. أنا هسيبك دلوقتي وأنا مفيش قدامي غير أمل واحد زي ما قالت هويدا، يمكن الحب اللي بينا يجمعنا تاني في يوم من الأيام. انت طالع يا صباح. مسبقيني على السيارة، بدي حاسب الأوتيل. مساء النور. مين؟ أستاذ جلال معوض؟ صبوحة. إزيك؟ إزيك؟ وحشتني. وأنتِ أكتر، دول قالوا لي إنك سافرتي. آه أنا كنت طالعة على المطار. أنا ليا حظ أشوفك قبل ما أسافر. ده أنا اللي حظي حلو عشان شفتك، ما تتصوريش أنتِ قد إيه وحشاني طول السنين اللي فاتت. وأنت كمان وحشتني، مصر كلها وحشاني. سمعت إن حفلاتك هنا كسرت الدنيا. الله. فكرتيني بحفلاتي معاك في أضواء المدينة. قولي أنت جاي مهمة سياسية ولا فنية؟ تقدري تقولي الاتنين مع بعض. طب ممكن أطلب منك طلب واحد قبل ما أسافر؟ أمريني يا صبوح. أنا تعبت قوي في بعدي عن مصر، يجي سنين طويلة دلوقتي وأنا مش قادرة أدخلها. أنا معايا هنا وزير مهم قوي في الحكومة المصرية، هفتحه في موضوعك يمكن يقدر ياخد لك عفو من القيادة السياسية. حقيقي يا أستاذ جلال
يعني ممكن ارجع مصر قريب؟ انا هعمل كل هقدر عليه. اديني تليفونك في بيروت واستني مني مكالمه في خلال يومين ثلاثه. متشكره جدا. رجعنا من المغرب وانت قاعده هالقعده قدام التليفون. نطره تليفون من جلال معوض. ماما نسي، قال لك يومين ثلاثه وصار له شهور ما اتصل. انت يعني لازم تهدي لي معنوياتي؟ انا عتلانه همك وما بدي اياك تعلقي بحبل بالهوا. يا ماما انت صباح ان كنت هون او بمصر، وبصراحه هن الخسرانين. انت اصلا مش فهمانه شي من شي. البرنامج اللي سجلته مع المذيع ابراهيم صبري، هيدا سجلته للاذاعه المصريه من بس امبارح على الهوا. هيدا بيعني انه نشيل الحظر عني. ماما هيدا مجرد برنامج بالاذاعه، ومعقول كتير يكونوا بسوه بالغلط. وهيدا الرجال اللي اسمه ابراهيم صبري بده يدفع ثمن غلطه. اكيد هيدا هو. الو استاذ جلال؟ ايه يا ميمي؟ ايه حبيبتي لحظه. ايه ميمي؟ ايه اكيد بعدنا على الموعد الليله. طيب خليني بس اتغدى انا وماما وبرجع بلاقيكي. ايه اوكي يلا باي. انا ما لي نفسي على الغدا. الو ايوه مين اللي عايزها؟ استاذ جلال معوض؟ هيدا هو. الو استاذ جلال، اتاخرت عليا كده ليه؟ اعمل ايه يا ستي؟ ما انا اصلي وعدتك اجيب لك اخبار كويسه. مبروك يا صباح، الرئيس جمال عبد الناصر اصدر عفو رئاسي عنك وسمح لك بالعوده لمصر في اي وقت. طبعا متاكد الخبر لسه جاي لي من الرئاسه دلوقتي حالا. يعني خلاص رجعوا لك الجنسيه المصريه؟ بصراحه يا صباح العفو الرئاسي ما شمالش اعاده الجنسيه، لكن هو برضه خطوه لقدام. والجميل بقى ان زمايلك وحبايبك الفنانين قرروا يعملوا لك حفله كبيره في شرف استقبالك في مقر جامعه الدول العربيه. لازم تجهزي بغنوة جديدة تغنيها في المناسبة الحلوة دي. غنوة واحدة بس؟ ده أنا هغني 100 غنوة في بعض. ربنا يخليك لي يا أستاذ جلال. الخبر الحلو ده رد لي روحي من جديد. آه طبعًا. طبعًا. هبلغك بميعاد رجوعي. مع السلامة. مع ألف سلامة. يا حبيبة قلبي مبروك يا ماما مبروك. تسلمي لي الله يبارك فيكي. ماما ليه عم تبكي؟ غصب عني يا دودو، انا انظلمت كتير. الحمد لله الله نصفني. اوعى تكوني بتحبي مصر اكتر مني. حب مصر بيمشي بعروقي من ساعه ما منعوني فوت عليا وانا عم بحلم ارجع لها. يلا يلا سناطرة قومي نطب غرانا. يلا قومي. مش الاول ناخد تاشيره ونحجز التذاكر؟ نعمل كل شيء بنفس الوقت. انا بدي ارجع على مصر اليوم قبل بكره. شوفي مين؟ ها اكيد خالتي لميا. شو بدها تنبسط؟ الو الو ايه انكل ايسر؟ ايه يلا احيي هون. يلا الو استاذ ايسر؟ خير؟ طيب يلا انا جاي بسرعه. حذرنا من شو يا ايسر؟ الكتيب هيدي وصلتني من ناس مجهوله ماضيين باسماء مستعاره وعارفين انه في شغل بيني وبيني. عم بيهددوكي اذا رح ترجعي على مصر يمكن يقتلوكي. يقتلوني؟ هيدي الجوابات التهديد وصلت لسعد فرح هون بلبنان ولبديع سرباي بمصر. الشغله منا مزحه. مين هو ما بدهم اياني ارجع على مصر لدرجه يهددوني بالقتل؟ هول اكيد الناس اللي تسببوا بطردك اول مره. ويمكن الناس اللي حاقدين عليكي بيتهيألن اذا ما رجعتي على مصر رح ياخذوا محلك. الله يسامحهم، عرفوا يسرقوا لي فرحتي. ما عليه ماما ما عليه، بس هلا ما لازم ترجع على مصر. رح ارجع غصبا عنهم، ما رح اسمح فوت فرصه صار لسنين ناطرتها. يا صباح، ما حدا بيعرف هالناس مين وشو ممكن يعملوا، يمكن ياذوكي فعلا. ما حدا بيموت الا بوقته. يا بدي اعيش معززه بمصر يا بدي اموت شهيده، لكن شو يعني بضلني خايفه هون وموت بالحياه؟ يا الحمد لله على السلامه. الف نهار ابيض.
اول ما كلمتني في التليفون انا جبت بنتي وجيت روقت الشقه ونظفتها ووضفتها وعملت لك اكل يا ست الكل، الملوخيه اللي بتحبيها والمحشي اللي بتموتي فيه. ربنا يخليك يا حبيبتي. تسلمي لي. وضبي الاوض يلا. حاضر يا حبيبتي. ازيك يا فوزيه؟ يا ويلي قد ايه صار لي ما جيت على الشقه وشو اشتقت لهالبيت. والله يا ماما مصر كلها اشتقت لك كلها. ايه ليش انت ما اشتقت لمصر؟ انا انت اللي بتعرفيني انا هون انبسط اكثر من الدنيا كلها سوا. شو نجات مبين ساكته؟ لا صحيح اللي بيقولوه، اللي بيشرب من ميه النيل لازم يرجع له، واللي بيغني له كمان ما بيقدر ينسيها. بتعرفي لما بعدوني عن مصر حسيت كانه شالوا شقفه من قلبي. يا رب ما ترجع هالايام البشعه ابدا يا ماما. العشر سنين هولي راحوا، بدي اعوضهم بعشر اشهر. وله بدي اعوضهم كمان بعشر ايام، بدي الف البرز والهرم واسدين قصر النيل. حالك حالك. نسياني انه تكريمك الليله؟ لازم تفوتي يا صباح هلا ترتاحي شوي لحتى تقدر تغني بالليل. وكيف بدك ياني ارتاح بعد هالغيبه عن مصر؟ بدك ياني فوت على اوضتي وسكر على حالي الباب؟ خالتي ما تتعبي حالك، امي وبعرفها كثير منيح، مش رح تنام هلا ابدا. الحمد لله على السلامة يا صباح. يا حياتي أستاذ فريد. وحشتيني صباح، وحشتي مصر كلها. وانت كمان وحشتني قوي قوي يا أستاذ. ازيك يا نجات؟ ازيك انت يا أستاذ فريد؟ مين المدموزيل الحلوة دي يا صباح؟ المدموزيل دي اللي كانت تعمل لك الدوشة طول الليل والنهار وانت الوحيد اللي كنت بتذاكر لها دروسها. حبيبة أمها. يا نهار صباح، اوعي تقوليني دي هويدا. هي بعينها. ازيك انكل فريد؟ انكل فريد؟ انت خليتي فيها انكل يا هويدا. اتفضل يا فريد. الحمد لله انك جيت دلوقتي عشان اعزمك على حفله بالليل. وانا محتاج عزومه يا صباح. يعني كنت جاي يا استاذ؟ مصر كلها بتكرمك النهارده وبتعتذر لك عن العشر سنين اللي بعدتي فيهم عنها. انا اللي بعتذر لمصر كلها. ولو اني متغاظ قوي من الموجي، كان نفسي انا اللي لحن غنوه رجوعك. معلش، محمد الموجي ملحن شاطر واعتبره من تلاميذك. موافق يا صباح، بس بشرط الغنوه الجايه تبقى لحني انا. طبعا يا استاذ. الحب اللي بيننا حب من القدر، أحلى من حكاية وأجمل من خبر. والله واتجمعنا تاني 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 يا قمر. بجد تعبت من اكل المطاعم، وحشني اكلك قوي يا صبوحه. هو الاكل بس اللي وحشك؟ لا بصراحه البيت كله وحشني. وحشني انا كمان. كنت خايف تفرطي في الشقه وانت مسافره. ازاي افرط فيها وانا عايشه على امل اني ارجع لها؟ انكل فريد كان بيدفع لنا الايجار كل شهر واحنا مسافرين. انكل فريد كان بيدفع الايجار وانتوا مسافرين؟ دي اكتر حاجه هتتحسب لفريد الاطرش في تاريخه الفني. مالكش دعوه بفريد، يا اما والله هقومك جعان. ماشي يا ستي، سيبينا من فريد وخلينا في احمد فؤاد حسن. احمد فؤاد حسن مايسترو الفرقه اللي عزفت معاكي في حفله الجامعه العربيه. ايوه ايوه، ده مايسترو شاطر قوي. انا بالمايسترو الشاطر ده عايز اعمل فرقه لينا احنا الاثنين. وش معنى احنا الاثنين؟ مش هقدر ادفع تكلفه لوحدي. بس خد بالك انا راجعه من لبنان على الحديده. اليومين الجايين دول بتوعك، انت بقالك سنين وحشه الناس، هتغني كتير وهتقبضي اكتر. طب والفرقه هيبقى اسمها ايه؟ فرقه صباح او فرقه عبد الحليم؟ طبعا هيحط اسمه قبل اسمي زي كل مره. لا اسمي ولا اسمك، انا هسميها الفرقه المسيه. موافقة بس بشرط، الفرقة الجديدة تفضل معايا في كل حفلاتي في أوروبا. ماشي يا ستي، ما دمت أنت اللي هتدفعي خلاص.
انا والفرقه جاهزين عشان نرجع مصر. يا ترى هترجعي معانا في نفس الطياره؟ انا طلبت قبلك عشان اقول لك جات لنا دعوه من الجاليه العربيه في اسبانيا، هنحيي 6 حفلات هناك لفتره اسبوعين تقريبا. ايوه بس ده كتير قوي، عبد الحليم عنده حفلتين في سوريا وعايز الفرقه معاه. دور له على اي حجه يا فؤاد. حجه ايه دي بس اللي حولها عشان اختفي من حياته اسبوعين بحالهم؟ مش اسبوعين وبس، دول 10 حفلات في باريس وزيهم في استراليا. حلو، يبقى انا كده ضمنت ارجع مصر الاقي عبد الحليم رفع عليه قضيه. عن اذنك اروح اتفق مع الفرقه. ماما انت ناسيه ان عندي مدرسه في مصر؟ لا يا حبيبتي مش ناسيه، ومش هضيع عليكي سنه دراسيه بحالها. طب بتفكري في ايه؟ انا بفكر ادخلك مدرسه داخليه هنا في لندن. مدرسه داخليه؟ غصب عني يا حبيبتي، انت عارفه الحفلات دي مهمه بالنسبه لنا قد ايه. مهمه بالنسبه لك انت. يعني ايه؟ هسيبني اروح الفرح لوحدي وهم عازميننا احنا الاثنين؟ خلاص ما تروحيش انت كمان. انت مالك اليومين دول؟ سكران 24 ساعه ورافض كل الافلام اللي جات لك. جات لنا ولا جات لك انت؟ كل ده عشان ست صباح هانم خطفت الرجاله بتاعتك اللي قعدت تتابع اخبارها ليل ونهار في المجلات وناقص ساعات عشانها. اخلصي. بتضربني يا رشدي؟ بتضربني عشانها؟ انت عايزه ايه دلوقتي؟ مش خلاص رحت لها من ورايا وخليتيها تغصب عليا اني اطلعها؟ عشان كده مش طايقني من ساعه ما رجعت من بيروت، حاسس ان انا اللي فرقت بينك وبين الشحروره هانم. ايوه انت اللي فرقت بيني وبينها، ولولاك ما كنتش طلقتها. طلقتها بس لسه بتحبها، ما تنكرش انك بتبقى معايا وبتفكر فيها. ايوه بفكر فيها وهفضل طول عمري افكر فيها، ولعلمك صباح هتفضل في قلبي وروحي لغايه ما اموت. انت فاهمه يعني لغايه ما اموت؟ طلقني يا رشدي، بقول لك طلقني. الحمد لله امبارح كانت اخر حفله لينا في استراليا. يبقى زي ما اتفقنا هنرجع بكره على مصر. بصراحة يا فؤاد عندي خبر ليك يمكن يكون حلو يمكن يكون وحش في نفس الوقت. خبر؟ خبر ايه؟ جات لي دعوة لثلاث حفلات في لندن في أول الأسبوع الجاي، يعني هنمشي من هنا على لندن. مستحيل، أنا عندي ارتباطات في مصر وانت عارفة كده من الأول. يعني ايه؟ هتتخلى عني؟ هتسيبني أدور على فرقة جديدة وتحفظ كل ألحاني؟ ما احنا كنا في لندن قبل ما نسافر فرنسا وأسبانيا وبعدين تجيبيني هنا في استراليا. يا سيدي لما حفلتنا نجحت هناك الناس طلبونا تاني. طب وما قلتليش ليه من الاول عشان اعمل حسابي؟ والله ما عرفتش غير متاخر. لا يا صباح، انت كنت عارفه ومخبيه عشان تحطينا قدام الامر الواقع. انا يا فؤاد اعمل كده؟ احلف لك بايه ما عرفتش غير من 3 ايام؟ بغض النظر عرفت امتى، انا والفرقه لازم نرجع بكره مصر، وبقيت فلوسنا اللي عندك هنقبضها الليله دي. يا حبيبتي وصلت على المطار. رجعين مصر؟ لا يا حياتي، عندي كم حفله هون وبعدين رايحه على سويسرا. ما رجعتي لانك اشتقتي لي، رجعتي لانه عندك شغلك. يا ماما انا عم بعمل كل هذا الشيء كرمالي. مش عم تعملي كرمالي، عم تعملي كرمالك انت. ماما ما تظلميني، انا عم بحاول باسرع وقت ممكن جمع مصاري لحتى اعوض كل اللي انسرق مني. بدي اعمر بنايه جديده تقعدي فيها انت وخيك بدل البنايه اللي ضاعت مني. بتضلك تشتكي من الايام المصاري وناسي انه في ايام لازم نقضيها سوا. دودو
ايام جايه يا حبيبتي. انت رح تكملي سنتك الدراسيه هون وبعدين بتجي على مصر ورح نعوض كل اللي ضاع منا. لا ماني قادره اقعد هون لاخر السنه، انا تعبانه يا ماما من دونك، تعبانه بدي اكون معك. يا حبيبتي بتتعبي اكثر اذا رحت معي بكل سفرياتي، بعدين ما بدي هيك تروحي سنه دراسيه كامله هون. انا هون عم روح كل حياتي من دونك، بس انت اللي مش حاسه فيي. هو ايه ده؟ تركيني. على فكرة صباح عملت لي توكيل عشان اشتري لها أرض ببيروت تعمر عليها بنية جديدة. بعدها مصرة صباح على الموضوع؟ هي غلطانة يعني لأنه بدها تعمر بناية تورطها لأولادها وتجمع فيها كل العيلة؟ هي مش غلطانة بس من كل عقلها رح تلاقي أرض. بتتذكر الأرض يلي كانت حاطة عين عليها بالحزمية من شي 15 تقريبا؟ حبيبتي إيه بس أكيد انباعت. هي انباعت بس صاحبتها عرضتها للبيع لأنه اجتها سفرة طويلة، وهيك قلبي حاسسني إنه هيدي الأرض من نصيبها لصباح. نعم اسألي عن سعرها لكان وشوفي قديش. سلمت فهمك ولا أنا بدي أسأل عن سعرها؟ أنتوا رجال بتفهموا على بعض، أنت رح تسأل قدي حقها. وأصلاً المصريات اللي بعتتهم صباح بكفوا حق الأرض وزيادة كمان. انجليزي من اصل لبناني. وايدا انور منسي، نص مصريه نص لبنانيه. ترقصي حلو بس فيكي ترقصي احسن بكثير. عن جد؟ كيف؟ انا بعلم في مدرستي الخاصه. ليش عندك مدرسه رقص؟ انا وصاحبي ثلاث اشهر كورس، ست ايام بالاسبوع سيري رقصه فظيعه. كيف بدي اطلع من المدرسه؟ مثل ما طلعت اليوم. شو؟ مثل ما طلعت اليوم تطلع غير نهار. بس مش كل مره بدي اطلع مثل هالنهار، اكيد رح يلقطوني شي مره. شو رح يصير؟ اللي عم تتعلمي بمدرستي مش اهم اللي انا بعلمكيه بمدرستي. Oh my God, this is a catastrophe. Are you sure about this? Okay, but can you tell me where she is right now? Najat? بعدك عم تحكي على التليفون وبعد ما لبستي؟ Okay, okay, I'll call you back later, thank you. يلا يلا بس لحظة. مع مين كنت عم تحكي؟ بعدين بخبرك بعدين. نجات عم تخبي عني شيء؟ مش عارفة شو بدي أقول لك، مش وقتها هلا. قولي لي مع مين كنت عم تحكي نجات؟ هيدي مديرة هويدا، قالت لي انه هويدا قالها اسبوع هربانه من المدرسه. صار لها اسبوع هربانه وانا ما بعرف؟ انا ما قلت لك تحكيها وتطمن عليها؟ ما نحن اليوم بعدنا واصلين من سويسرا. لوين هربت؟ هويدا لها شهرين على علاقه مع شاب لبناني اسمه فريدي نصار. كيف يعني على علاقه فيه؟ المديره قالت لي انه كانت عم تهرب من المدرسه وتروح على مدرسته تتعلم رقص، واخر مره هربت معه وما رجعت ابدا على المدرسه. شو قصدك يا نجات؟ بدك تفهميني انه هالرجال خطف لي بنتي؟ روقي يا صباح روقي، خلينا نعرف نلاقي حل. بدي بلغ البوليس، بدي رجع غصب عنه. صباح البوليس مش رح يقدر يفيدنا بهيك حاله. كيف يعني بهالحاله هي؟ بصراحه اختي المديره قالت لي انه هويدا تجوزته للشاب. كيف يعني تجوزته بعد ما صار عمره 18 سنه؟ اكيد تجوزته بعقد مدني. معقول
معقول كل هالوقت الدكتور مع صباح جوا؟ شو هو دكتور واحد بس؟ في جمعية أطباء جوا. منيح اللي في دكتور لبناني لحتى نعرف نتفاهم معه. يعني كان ضروري يا نجاة تخبريه عن قصة هويدا، هي ورايا على المسرح. طيب شو بدي أعمل؟ هي صممت تعرف كل شيء. طمني يا دكتور. واضح إنه الصدمة كانت قوية عليها. هي هلا فاقد النطق تماما. طيب صوتها إمتى بيرجع طبيعي؟ هيدا السؤال ما فينا نجاوب عليه هلا. كل اللي قدرنا عملناه أعطيناها شوية مهدئات حتى نخفف عنها الصدمة اللي عم تعاني منها. يعني شو يا دكتور؟ رح تضلها فاقد النطق ونحن قاعدين عم نتفرج عليها؟ أنا والدكاترة اللي معي رح نرجع نجتمع مرة تانية من بعد ما تطلع نتيجة الأشعة اللي عملناها للأوتار الصوتية. وساعتها معقول يكون في عملية. عملية؟ عملية بالرقبة. رح تكون كتير صعبة يا دكتور. بعرف صعبة، بس مش لازم نستبق الأمور. كل المطلوب هلأ إنه تجربوا تهدوها قد ما فيكم. طول الوقت كانت عم تلفظ اسم بنتها، جربوا فتشوا عليها ولقوها بأسرع وقت ممكن. ريت ألف سلام عليك يا صبوح. إن شاء الله غايمة وبتمروا. الدكتور طمنا وقالنا إنه إن شاء الله كل شيء بألف خير. شو عم بتقول؟ ما بعرف. عم بتقول هويدا، عم تسأل عن بنتها يا حبيبتي. طمنا يا صبوح، نحن اتصلنا بهويدا وفهمناها إنك بدك تشوفيها. قالت بكره ان شاء الله جاي لعندك الصبح تطمن عليك. نحن كلنا معك صباح، كلنا معك. الدكتور قال انه صوتك رح يرجع طبيعي، بس القضيه بدها شويه وقت. ولو يا صباح، انت عودتينا تكوني اقوى من اي ازمه. نحن عارفين هالمره انه الازمه كبيره لانه بتتعلق ببنتك هويدا، بس عارفين كمان انك رح تصمدي، وعارفين انك رح تتخطي هالازمه. من جهتنا ما تخافي منا، اتفقنا أنا وسعد ما ننشر ولا كلمة على اللي صار معك أو اللي صار مع هويدا. ومعليش الله بيعود علينا السبق الصحفي اللي رح نخسره. كرمال عيونك ست صباح، كله بهون. ردي أنا رايحة أشوف ماما بالمستشفى. مش عارفة كيف بدي اشوفها من بعد اللي صار. ليه شو اللي صار؟ غمي على قلبها وراح صوتها من بعد ما عرفت انه تجوزنا. هويدا انت قلتي لي ما فينا نتجوز الا بالخفة. مش حابة اشوفها لحالي. ما تروح. مو معروف ردي تعا معي. ليه؟ امي او امك؟ هيدي فرصة لعرفك عليها. إذا شفتنا سوا يمكن على القليلة تطمن علي. طيب. روحي لها انت اليوم، خدي لي منها موعد. هيك ما بتتفاجئ فيي. حاضر. الله يستر. يا بيب، يو كان كام ناو، وي هاف تو اورز. سامحيني يا ماما، أنا غلطت بحقك وإني كتير زعلانة مني، بس ولا بغصب عني. أنت تركتيني وقتها كنت عايزتك أكتر شي، ما كان في غير فردي حتى يساعدني يفهمني مليلي هالفراغ.
فريدي منه وحش يا ماما. رح تعرف عليه شوي شوي ورح تطمن علينا سوا. أنا رحت لعند الدكتور وقال لي إنه صوتك راح من الصدمة، بس كمان قال لي إنه رح يتحسن إذا حالتك النفسية تتحسن. إيه هيك؟ فرجينا هالابتسامة الحلوة يا أحلى أم بالدنيا. قولي لي إنك موافقة تشوفي فريدي وهلأ بروح بجيبه. الله يخلي لي اياكي يا شحرة الدنيا كلها. انا رايحه اجيب فريدي ورجع لعندك. وايدا ماما سامحيني يا وايدا. اذا بدك تسامحيني ماما. Did you miss me that much? I'm always missing you. Then why did you marry her? She's the one who told me that there's no love without marriage. I told her, okay, take the marriage contract and write whatever you want on it. So? That's it. We came here and she bought her clothes. You mean you don't love her? I don't know. Maybe I'm just not sick of her yet. How long are you planning to stay with her? As long as I'm happy. Are you expecting someone? Of course not. It must be her. She didn't tell me she would be coming, so. What am I going to do? Put your clothes on and stay here.